اليوم نقدر نقول عندنا عدد المسجلين للمؤتمر والمعرض أكثر من 10,000 participants. المؤتمر حقق نجاح باهر جدا من ناحية العلمية ومن ناحية الحضور ومن ناحية العارضين. المؤتمر أيضا استضاف أكثر من 93 متحدث من داخل المملكة ومن خارجها. هناك كان أكثر من 29 ورشة عمل، ولدينا أيضا 30 جلسة علمية. أيضا كان هناك تكريم للفائزين في الجوائز البحثية، وكم تم تكريم 18 فائزا في هذه الجوائز البحثية. لدينا أيضا كان اليوم العلمي لياس سيمبوزيوم ولمسابقة الـ IADR المنظمة العالمية للأبحاث. لدينا أيضا كان هناك مشاركة فعالة من الشركات بتعرض أفضل وآخر ما تنتجته عالم طب الأسنان أو تقنية طب الأسنان. الشكر كل الشكر للجان المنظمة وأعضاء اللجنة المنظمة، للمتطوعين من أبنائنا الطلاب والطالبات وأطباء وطبيبات الامتياز، ولكل من قدم للجمعية السعودية طب الأسنان ولهذا المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان. الشكر شكر خاص جدا لجميع الرعاة لدينا، الرعاة والعارضين في هذا المؤتمر كانوا أيضا داعمين لهذا المؤتمر، هم النجاح لهذا المؤتمر، فلهم منا كل الشكر والتقدير. وإن شاء الله نراكم في محافل قادمة، وانتظروا كل ما هو جديد.